يا الواحد تقل قوي النهارده في الاكل، الحمد لله. صدقيني يا منار يا بنتي لازم تتجنبيه في لحظات غضبه. يا سلام، طب ولحظات غضب انا ايه؟ مش هتعملي حساب للحظات غضبي ولا ايه؟ في يا حبيبتي في ايه؟ سيبي السماعه دي من ايديك، كفايه مكالمات. ما يصحش اللي انت بتعمله ده وانا معايا تليفون. هو ايه اللي ما يصحش ومعاكي تليفون؟ هو التليفون ده يعني في مقام والدك مش عايزانا اتكلم قصاد؟ وادي التليفون اهو، ادي السلك بتاع التليفون كده، ما حدش هيتكلم بقى. كفايه مصاريف، كفايه مصاريف بقى. على فكره اللي انت بتعمله ده عيب قوي قوي، لان ما حصلش اي حاجه من اللي انت مصعدها دي. كل الحكايه ان انا قعدت اتكلمت تلت ساعه، مش حكايه يعني. ايه؟ تلت ساعه؟ تلت ساعه ده على الاقل بجنيه، بجنيه على الاقل. وفيها ايه يعني الجنيه يا عادل؟ الواحد بيتعب عشان يطلع الجنيه ده من بق الكلب. ايه ده؟ بس لو الجنيه طلع من بق الكلب هيطلع مكرمش. مش اشكال مكرمش، بس جنيه. بس على فكره بقى، مش كل الراي العام ضد الجنيه، لان محمد سعد قال الجنيه غلب الكرنيه. طبعا، شوفي انسان واعي فاهم يعني ايه قيمه الجنيه، قال لك الجنيه غلب الكرنيه. طبعا عشان كده احترم الجنيه، فالجنيه احترمه واداله، لان ايه الجنيه بقى ابتدى يحترمه وزود له الايرادات، فايراداته ما شاء الله. شفتي شفتي شفتي؟ طب يعني انا دلوقتي انا مش فاهمه اعمل ايه عشان ارضيك؟ يعني انا دلوقتي عايزه اطمن على صحباتي، اعمل ايه؟ طمني على صحباتك بالتليفون بجنيه؟ روحي لها يا اختي، روحي لها وركبي اتوبيس، اتوبيس رايح جاي بنص جنيه. ولو عرفت تزوغي بقى من الكمساري وتقفي على الباب تتشعلقي كده اهو، توفري النص جنيه. النص جنيه على النص جنيه يعملوا جنيه. وعادل بس ده هيبقى مشوار عليا. ايوه يا حبيبتي مشوار عليكي، هتروحي لها تعبانه، هترتاحي عندها شويه، وممكن كمان تعشيكي. ماشي، بس انا لازم اخد حاجه معايا وانا رايحه. خدي ياسمين في ايدك وانت رايحه، اهي تتعشى هي كمان. ياسمين؟ انا قصدي زياره. زياره ايه؟ وانت رايحه تزوري واحده في السجن؟ انت مصاحبه مين يا هانم؟ خلاص خليها هي تيجي بقى تزورني هنا. ايه؟ تجيلك؟ تجيلك هنا؟ ما لو جاتلك هنا احتمال تتعشى، ده على الاقل الفروض ممكن تشرب شاي وممكن تطلب معلقتين سكر. حرام عليكوا، بلاش مصاريف بقى، حرام عليكوا. يعني انت عايزني اعمل ايه؟ اقطع مع صديقات الطفوله؟ صاحبي اللي يخسرني ما يبقاش صاحبي، واللي يصعب عليكي فقرك. يا حبيبي يا حبيبي، دي مش طريقه تحويش، دي طريقه تنتيف الريش. هي دي بقى طريقتي لبناء امبراطوريه عادل سعيد. يا عادل يا حبيبي، الغنى غنى النفس. لا ده في الافلام، الغنى الغنى النفس، والحساب حساب البنك. نفسي يا رانيا يبقى عندي الكارت ده اللي ادخله جوه المكنه يطلع لي الفلوس، بدل الكارت اللي هو بتاع التليفون اللي دخله جوه المكنه كل شويه يقول لي فلوسك قلت فلوسك قلت. ده في ناس بتصل بيهم بلاقيهم مشغلين الانسر ماشيين، يعني تبقى المكالمه اتحسبت عليا وانا ما كلمتهمش مثلا عشان عايز منهم حاجه، كنت هكلمهم بسرعه عايز منهم حاجه. وفروا بقى وفروا، حرام عليكم، كفايه تبذير، كفايه كفايه. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. ايه في ايه مالك؟ في ايه؟ الحمد لله انا زي الفل زي الفل زي الفل اهو. زي الفل ده ايه ده؟ انت هتقع من طولك، اما اقوم اسلق لك فرخه. لا فرخه؟ فرخه بحالها؟ انتوا جايبين فرخه بحالها؟ يا ماما احنا اتفقنا ان احنا نجيبها على اجزاء يا ماما، حرام عليكم. يعني ايه يا ابني؟ يعني يا ماما مثلا نجيب القوانص لوحديها، نجيب الجناحه لوحديها، الرجلين لوحديها، اجزاء اجزاء اجزاء. يا عادل حرام عليك يا عادل، ما وصلتش كمان للطعام، لقد اوشكت طاقتنا على النفاذ. بصوا يا جماعه لو سمحتوا، انا عندي هدف، انا حوشت الحمد لله دلوقتي 900 جنيه، فاضل مليون جنيه الا 900 جنيه عشان ابني اول عماره. هتبنيها وتهد نفسك يا بيبي. يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك، جيب على نفسك شويه وفك الكيس بقى. لا 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 لا، الكيس يا اخوانا لو اتفك مش هيتقفل تاني، انا عارف الاكياس وحركاتها. يو يو يو، خلاص انا مت من الجوع. اسمعي بقى، سيبك منه واطلبي السوبر ماركت عشان يجيب لنا شويه كنز. كنز يعني معلبات؟ هي مصاريفه خلاص، ليه معلبات؟ يا ابني اتبط بقى، اتبط وسيبنا نتهنى على وجبه. انتوا مش فاهمين حاجه، مش فاهمين.
ياسمين افتح الباب يا ياسمين. حاضر يا بابا. ثلاثة حاضر يا بابا، ما كفاية واحدة بس يا ماما، عايزين نوفر. السلام عليكم، سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة ترحب بكم، وده الأوردر. أوردر إيه ده؟ تعالى يا راي. ثلاثة بياض، اثنين موسى، أربعة جمبري، تعبان محار، 20 طحينة، وكل ده ب 500 جنيه بس. مين حيوان اللي طلب الطلبات دي؟ أنا اللي طلبت سمك. أنا حيوان؟ طب يعني وبيبين، أنا الشتم؟ رواش الشتم وبيبين، بيبين، بنعاد صغير، يا نهار أسود، يا نهار. طب ده أنا ورا، ورا ورا، وأنا كنت في المغرب، وبعدين كان في واحد ساحر مغربي، راح هو شتمني، رحت أنا بقى إيه؟ رحت خلقت الافعى اللي كانت معاه، ورحت خالق سلخ جلدك له، ورحت عملت حزام، حتى الحزام في البنطلون الاسود. ولا يهمك يا بابي، اطلب يا رب ان شاء الله البحر الاحمر كله. بحر احمر ايه؟ هيعمل ايه بالفصول ده كله؟ هتنور الاسترات. اخرس يا كلب يا حيوان، ده الحق عليا ان انا كنت عايز ابر عليكوا، ده انا سامع عصافير بطنكوا عماله بتزعزع زيو 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 زيو، فكنت عايز ابر عليكوا عشان كده يعني رحت انا الراجل مثل ف اتعمل فمه وقال يلا. ما تقول لي يا جدو، هجيب لك راديو علهولك على الاخر يخليك ما تسمعش صوت زقزقه عصافير بطننا دي، لكن تكلفني التكلفه دي كلها. بنت يا سناء يا مقصفه الرقبه. ايوه يا جدو. عايزك بقى تاخدي ايه وحدتين سمك بولتي كده هو تقلوهم، وبعدين تحط معاهم شويه سلطه، وتحط معاهم كمان شويه لبون عصفر اللي هو العصفر دون، وبعدين تروحي معاهم عيش، معاهم عيش، وتطلعوهم من ام ميرفا، تطلعوهم من ام ميرفا. وانت يا حيوان ايه؟ انزل اجيب لك الساع؟ لا ما تجيبش ساع، عشان الساع ده بيعمل انتفاخ، بينفخ بيعمل كرش وبيعمل بطن، وانا عايز ام ميرفا زي ما هي كده هو مفشوله ويعني يلا. حرام عليك، فلوسي شاع، هضرب يعني هضرب. ايه بقى يا جدو يا حبيبي؟ ده هو يقصد هيضرب الجرس. تضرب مين يا حيوان؟ تضرب مين؟ درقات ده انا بكره اجيب الشوكه بتاع السمك الموسى واغزك انا، غزك يا نهار اسود. انت فاكرني لسه قد البيزي انا؟ طب ده انا وانا في المغرب كانت لم عليا بتاع 14 ساحر، وكان معاهم المقشات بتاعتهم اللي هم بتوع الصحراء دول، رحت انا خدت بينهم بقى المقشات، ورحت انا ايه نزلت بقى ورحت اديتهم اللي بتوع حي الجيزه، راحوا نظفوا الشارع بتاع يلا. يا سلام، نظيف قوي يا جدو، مقشات. فكرتني بنت يا سناء. ايوه يا جدو. روح يا بنت اشتري لي شامبو العبوه العائليه اللي هو بتاع ضد القشر، عشان ما عنديش قشر. ضد القشر يا عم اليوسف اندياي، ما بالمره بقى يجيبوا لك كريم ضد البذره. بتتمسخر على شعر جدك يا نهار اسود. طب ده وانا في المغرب، وانا في المغرب كان في ثلاثه كانوا عاملين بيخدموا عليا، واحد كان عشان السكسوكه، واحد كان عشان الجنب ده، واحد كان شيلوه من قدامي هضربه يعني هضربه. ولا انت لازم تتضرب زي زمان يلا يعني. هضربك بالحزام بقى، بص انا بكره اضربك بالحزام اللي هو بتاع جلد التعبان ده، وانا جايبه اساسا عشان اضرب العيال الصيع. حزام عادل. عادل ايه ده؟ دي حاله ضعف تام. انت ايه؟ رمضان خلص من 6 اشهر ومفطرتش ولا ايه؟ قول له يا دكتور، قول له ده قافل على اللحمه والبروتين وحالف عليهم بالطلاق ومضيقها علينا. لا، البروتين مهم واللحمه بتداوي، انا 3 ارباع الروشتة عندي اساسا مشويات. انتوا جايبين كباب جه يكشف عليا. عامه الروشتة اهي كيلو ريش، ربع فخده، كباب، وتوصى بالسلطه. ايه يا دكتور، انت بتكتب روشتة ولا بتعمل اوردر ديليفري؟ سناء الدكتور قادرة. ايوه بس يعني الفاتوره زي كده هتبقى مكلفه قوي، يعني حضرتك ممكن نشيل من الروشتة دي عشان نوفر شويه، ممكن نشيل السلطه؟ الحمد لله الحمد لله، واكلت السمكه حتى رجليها. وبقولك ايه، هي ابو بيرفا اكلت كله يا جد حتى الشوك؟ طب كويس كويس كويس. طب بصي بقى، وخدي دول النايب بتوع الدكتور وادهم له، واوعي ابوكي الواد عادل الهفق ياكل اي سمك عشان هو عيان، فممكن يعني وخدي بقى باقي السمك اديني القطتين اللي بره، القطه بوسي والقطه ابو سميره. هي فعلا اسمها ابو سميره يا جدو؟ القطه عشان خلفت سميره الاسبوع اللي فات، وانا سميتها سميره عشان البنت اللي انا كنت بحبها ليها رابع حب. لا خامس حب، يعني واحدة حبيتها يعني اسمها سميرة، كنت بحبها قوي عشان كده سميت القط عليها. واتجوزتها بقى يا جدو؟ سميرة؟ لا خليت بيها بقى عشان كنت انا وعدها، بس انا يعني ايه ضحكت على يلا.
شفتي عادل؟ انت بتبني ابراج في الخيال وبتهدم بيتك في الواقع. انت قديمه قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. طب وانا كنت بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشانكم برضو يعني. بلاش عشانكم، عيشني النهارده وموتني اخر الشهر. اقوم بس بالسلامه ومش هستنى لاخر الشهر عشان موتك. موتك على طول ان شاء الله. امال جده فين؟ هتلاقيه بيغسل ايده من زفرت السمك. زفرت هو خلص سمك ولا ايه؟ هضربه يعني هضربه. طب اما اقوم بقى ان شاء الله بقوا فكروني عشان اضربه. ها البوم عمرو دياب الجديد يحقق اعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك. اي كلام بيكتبوه خلاص. ايه علاقه النيو لوك بالمبيعات يعني؟ صح. دولا هو يعني ايه اللي هو النيو لوك ده؟ نيو لوك اسمه نيو لوك. نيو ايه ياد؟ انت مش طالع من اعدادي ياد وكنت عارف انجليزي ياد؟ ما ايوه دولا، ما انا طالع من اعدادي بسبب الانجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الانجليزي ده سهل جدا، فيري ايزي. لا يا دولا، اصل انا الماده الوحيده اللي ما كنتش بفهمها هي الانجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانية. عموما نيو لوك مفسره نفسها. نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك؟ اي هيصه جاي فيها نيو. يلا نيو نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد. يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه؟ الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو. يا دولا صح. تارين وانا بروح اشتري لمبه جديده من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبه نيو. نيو؟ لمبه نيون يعني جديده قوي. يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دول؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور دور، اللي هو مثلا ما اقول لك اوبن ذا دور يعني اقفل الشباك كده يعني. يا دولا عليك، يا سلام. والله يا دولا ده انا من غيرك ما سواش حاجه. وبيا ما تسواش حاجه برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك. لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع. لوك كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى. توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولا. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص؟ ولا انا مش عايز اي توك توك معايا. اطلع على المخزن، عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دول ما انا يلا لسه جو جو. ما دول لسه نو ما نو. طب انا عايز ال طب انا هنا ام يا دولا. طب ان يا دولا لو سمحت. ها خلصت الانجليزي؟ يلا على هناك. ماشي ماشي. حته حته مرنا استاذ عادل تحت امرك. يا حته انا طالب شاي قبل الراجل ده. انت دي تاني كوبايه بتنزلها له وبعدين يعني. وانا كمان يا دولا ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا. استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لا مؤاخذه يعني، كل برغوت وعلى قد دمه. الله 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 الله، بقينا براغيل كمان. يا نهار اسوح، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دولا دي قله الاصل على السيف. وعلى السكينه بطيخ. وياما دقت على الراس كفوف. وياما دقت على القفوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلونوا عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دولا اروح اجيب البشاوره يا دولا. اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دولا السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد بس، انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك، اقوم اقطعك لمية حته. يا دولا والنبي، ونحط بقى كل حته في حته. بس بقى اسيب لي حته. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما تدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين ثلاثة شاي. ثلاثة شاي بعد ما كسرتوا التانية، وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسر. يا حته يا حته لحظه. ايوه باشا. الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه يعني؟ بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك ولا مؤاخذه يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات وكل ده في سنه واحده. اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجه. لا بصراحه الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنه ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله وراح جايب واحده عملت له حاجه كده اسمها نيو لوك، دي بقى اللي ظبطت له كل الشغل. نيو لوك. طب بقول لك يا حته، يعني انت عارف انت صاحبنا وقد ايه انا بحبك، يعني ما تعرفش تجيب لي التليفون بتاع الست اللي بتعمل النيو لوك دي؟ عينيا يا برنس، انت تأمرني بس اشوف شغل بقى. الله يكرمك. الباشا امرني. اتفضل.
اهلا 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 وسهلا حضرتك. معاكي يعني عادل سعيد؟ اتفضلي. انا اللي بعت لك اللي هو بتاع كلمني. شكرا يعني حضرتك، انا عندي بازار كبير جدا. غير كده حضرتك، انا بكتب شعر. ممكن حضرتك تلاقي مثلا الكلام ده مش مهم بالنسبه اللي احنا عايزين نعمله، بس انا قلت اقوله يعني وخلاص. اهلا وسهلا، انا ناني الورداني، ستايلست. ستايلست حضرتك انا عارف طبعا، يعني ان انا خدت نمرتك كمان من حته. حتة ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجة؟ لا حتة مكان يعني. بس اللي انت متعرفوش ان انا ليا اكتر من طريقة للشغل، هعرفهم لك وانت تختار الطريقة اللي تحبها. اي طريقة حضرتك يعني، انا معاكي. بص حضرتك، انت المسؤولة عن الحكاية دي، تقولي لي اعمل ايه بالظبط وانا ايدي لمؤاخذة يعني هتبقى على كتفك. احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس، احنا هنشتغل كمان على الداخلي. انترفيس حضرتك بصي، انا غيرت الديكور بقالي فتره، يعني بقالي مثلا سنه تقريبا مغير الديكور كله. انت اخبار الانجليزي بتاعك ايه؟ الانجليزي لا يعني عارفه ما بستوعبوش قوي يعني. غريبه، انت بتشتغل في السياحه يعني كل شغلك مع الاجانب. لا حضرتك عارفه انا بفضل جدا السياحه الداخليه. شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا، بس نو بروبلم. نو بروبلم يعني ما فيش مشكله، دي عارفها يعني. بص حضرتك انا معاك واعمل اللي انت عايزاه، المهم انا اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، نيو لوك بتاع الشخصيه بيتكون من جزئين. يعني بينزل على حتتين يعني. حتتين؟ حتتين. قشطه معلم، انا كده عرفت سكتك. بص بقى يا سيدي، الزبون يحب دايما اللي ينصب عليه. ينصب عليه ايه؟ لا لعلمك انا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حق ابدا. لا افهمني، انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميص ثمنه 1000 جنيه ودخل لك زبون يشتري حاجه ب 2 جنيه، لو انت قلت له 10 هيدفع عشان هيكسف منك. وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برنس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا 2. تصدقي صح، هدي فهمتها، برافو عليك. الحاجه الثانيه بقى، اسلوب حياتك كله لازم يتغير، طريقه كلامك، مشيتك، قعدتك، انت لازم كل حياتك تتغير، لازم تكيس كل الناس اللي حواليك. اكيس كل الناس بس كده يعني؟ متهيألي الاكياس هتاخد نص الميزانيه يعني. مش مشكله، هي هتجيب لك اكتر من اللي انت دفعته بكتير. صح برضو، بس في حاجات كتيره انا مش عارفها، يعني طريقه الكلام، طريقه اللبس، يعني الاتيكيت وكده يعني. امال انا بعمل ايه؟ انت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وانت مغمض، وانا هخليك زي الكتاب ما بيقول. ماشي، اهم حاجه بقى هنستلم الكتب امتى؟ يا بنتي ركزي ركزي وحلي التمرين ده، اهو وصلي هنا بهنا. يا جماعه بصراحه بصراحه انا حاسه كده ان عادل قلب فجاه بقى اراجوز بعد النيو لوك اللي كله عمله ده. والله هو مطلوب النيو لوك دون، بس يعني هو هي از اوفر يعني، مش المفروض يبقى بالشكل ده. الراجل ما يعبوش الا جيبه، وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجه خصوصا الايام دي، الحاجات جايبها بزياده قوي 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 قوي. ايوه بصراحه يا حماتي، عادل اتغير جدا، بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم، وبقى حاجه كده محبطه بصراحه. انا شخصيا معجبه جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل. انا بحب قوي بابا عشان شكله بقى يضحكني. يا ياسمين ركزي ركزي يا ياسمين، انت بتدوري على اي حاجه تشتتك. خش 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 يا رجاله، خش حطوا لي الكمبيوتر هنا، ويا ريت تفتح لي اللابتوب عشان اشوف في حد بعت لي ميل ولا حاجه. الموبايلات معاك؟ تمام يا ريس. هتفضل معاك عشان ترد على الناس كلها. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي موجوده. طب كويس قوي، خدها يا رجاله، خدها يا رجاله، يلا شبرقوا نفسكم. خد ادي 100 جنيه ستايل عالي يا ريس. ادي 100 جنيه ماشي يا ريس. 100 جنيه ماشي يا ريس. ناقص عادل ده ناقص محدث نعمه. ها اخبار الغدا ايه؟ عاملين لي غدا ايه النهارده؟ عاملين لك جمبري يا حبيبي. جمبري هايل، انا بحب الجمبري. ياسمين روح اقفل الباب بسرعه بسرعه. خدي ياسمين. ايه هتقفلي الباب ليه؟ انت مش سامعه ماما بتقول في جمبري؟ ايوه. طيب خلاص، خلي الجيران يعرفوا ان احنا عندنا جمبري وبناكل جمبري. ويا ريت كمان لو في القشر اللي فضل من الجمبري ده ترموه بره على الباب. يعرفوا ايه اذا كان ده نص كيلو جمبري وخمسة كيلو رز؟ يعرفوا ايه؟ ايوه اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص ناقص ناقص. المهم الجمبري بعد حتى ما قشرتوه، حتى لو نص كيلو، طلع قشر ولا ما طلعش قشر؟ طلع قشر. خلاص
القشر ده بقى ترموه تبدروه قدام باب السلم عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جمبري يا اخواننا ستايل. وبعدين ده مش ستايل داخلي بس، ستايل داخلي وخارجي كمان. ايوه بس كده القطط هتتلم عندنا. حتى لو القطط اتلمت، القطط هتعرف ان احنا واكلين جمبري، هتقول للكلاب، الكلاب تقول للفيران، يبقى كل الكائنات الحيه عرفوا. بقول لكم عشان كده ده ستايل داخلي وخارجي، نيو لوك داخلي وخارجي وعلى السلم. ها لو سمحت انا مش عايز اعتراض كتير. بص بقى يا عادل، ده ما اسموش نيو لوك، ده اسمه قذاره. قذاره قذاره ايه؟ اما الناس يشموا ريحه الجمبري دي مش قذاره. الكلام ده لو بيشموا ريحه بتنجان، بيشموا ريحه فول مدمس، دي تبقى قذاره، دي ما اسمهاش قذاره. ولو انتوا خايفين على الريحه يعني قوي، خدي ياسمين تعالي يا حبيبتي، ازازه البارفان دي حطيها لو سمحتي على قشر الجمبري، وبعدين سيبيها جنب برده قشر الجمبري. حاضر يا بابا، بس دي مليانه. بصي يا حبيبتي، انت مش فاهمه بابا قصده ايه. قصده ان الكلاب والقطط بعد ما ياكلوا الزفاره والقذاره اللي عندنا يتبرفنوا، فينزلوا الشارع الناس تعرف ان هم متبرفنين من عندنا. معقول الكلاب والقطط ينزلوا وسخين؟ برافو عليك يا سناء، ابتديتي تفهميني يا بابا. البدله يا باشا، البدله. تعالى يا مكواجي تعالى. حسابك كام يا ابني؟ 7 جنيه يا باشا. 7 جنيه؟ تهبل ولا ايه؟ انا ادفع 7 جنيه البدله بثمنها 4000 جنيه؟ انت بتستهبل؟ امال كام يا باشا؟ يعني خد ادي 50 جنيه اهي. ده كتير يا باشا. انا ما تقوليش انا بقى اللي كتير، قول للجيران كلها ان انا رحت للاستاذ عادل سعيد واداني 50 جنيه مكوت بدله. حاضر يا باشا. ماشي. حاضر يا باشا، ده كتير والله. حضرتك ستايل ستايل يعني. خلاص تكل على الله. وبص يا ريت كمان تقول للجيران ان احنا النهارده دبحين جمبري والقشر كان مرمي قدام الباب. ها ده كتير يا باشا. ماشي. استنى استنى استنى، هات البدله هاتها. اتعودت عليه. يا مكواجي. ايوه باشا. خد البدله دي. ايوه باشا، خدها هدية عشانك، تكرى على الله. ألف شكرا يا باشا. عادل 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 عادل. ستايل ستايل يا جماعة، انتوا ايه مش فاهمين ولا ايه؟ ايوه انا دولة. ها قربت من باب البازار ولا لسه؟ دولة. ايوه ايوه يا رمز، انا خلاص وصلت اهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. خلاص انا شفتك بقى دولة. خلاص استنى استنى، ما تقفلش ما تقفلش يا لا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه يا دولة ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شويه يا دولة. عايزين نوفر كهرباء يا دولة. يلا كهرباء ايه يلا اللي نوفرها؟ انا عايز فاتوره التليفون دي تجيلي الشهر ده مش اقل من 3000 جنيه. طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وانا كنت عايز عصاية اللي هي فرعونيه. الو 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 الو، الشبكه ايه؟ تعالى كده تعالى الناحيه دي كده. الو الو. ايوه ايوه ايوه. الو ايوه ايوه دوله. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصايا اللي هي الفرعونيه كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع، العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دوله. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصايه دي هيمسكوا العصايه هيضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دوله، ما انا هحطها بقى اعلقها كده وانا على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود ياد ويقعدوا يضربوك بالعصايه برده يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعمية كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. يا دولة. الو الو بسانة. الو يا دولة. ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى قفل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامة. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو. ده الشبكة زبالة. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟ عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه. ولا رمزي؟ نعم دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يالا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانة؟ ايوه بمثانة المدير بتاع الدعامة والاعلانات. منك لله، بتقول كلام غريب. الو معلم تيتي. تقابلني في البازار؟ انا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. امال ايه؟ وبالمرة يبقى كافيه عمل. الاكل ده كله عادي، انا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكله؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح.
ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالسهل ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبنا انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجه. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي؟ ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا وسهلا منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لا، لسه دبب عكاوي. خلاص، تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلبكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه، يعني الكلام هيبقى معايا انا لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف نيو لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي ثمنها ما يقلش عن 70,000 جنيه. ايه 70,000 جنيه؟ احنا جايين نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي النيلوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما تطلعش الا للغالي، ثمنها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. يشتمني انا بس؟ خلص. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيلوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل، عندك طلبية تانية غير المومية دي؟ بمية وخمسين ألف جنيه. مية وخمسين ألف؟ ممكن دي تبقى طلبية كويسة. خلاص جايين في المية وخمسين ألف دي. جايين في المية وخمسين ألف؟ طب أنا برا البيعة دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما الطلبية دي أنا أخدها لوحدي بس على شرط. إيه؟ تعلن لكل أصحاب البازارات في المنطقة إن المعلم عادل سعيد خد طلبية بمية وخمسين ألف جنيه. بس كده؟ بعدين يا رمزي، فات شهرين من ساعة النيو زفت اللي أنا عامله ده ولغاية دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت، وأنا صرفت كل فلوسي على النيو لوك وعلى النيو من اللي حواليا دول. أمال أنا يا دول أقول إيه يا دول؟ ده أنا جسمي كله بقى فقاقيع من كتر الطوب اللي العيال الزغنططة بتزقلني بيه. تزقلني بيه؟ أنت قديم قوي يالا. إيه الكلمة القديمة دي؟ ما اسمهاش تزقلني يالا، خليك مع النيو لوك يالا. أمال أقول إيه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العيال بتشقلطني بيه. اللي بتشقلطني بيه هي وراسي دول بقى. اتنين شاي بتوع زمان. ياه رجعنا تاني للشاي بتاع زمان. الحمد لله يا دول ان احنا لقيناهم اصلا. مالك بتبصلي ليه كده يا حته؟ يلا امشي بقى غور من وش، عشان انا مخروق منك من الصبح. انت لسه زعلان مني يا رمزي؟ ايوه زعلان يا حته، عشان بتشوف العيال الزغنططه بتضربني وما بتحوش عني. حقك عليا يا برود. يا دول بقى. ايه ده؟ ايه يا دول؟ معقولة؟ معقولة؟ اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد زميلك في نيو لوك. زميلي؟ ايوه حضرتك، انا الدفعة اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني. وانت بقى اللي بعدت حتة عشان خاطر ياخد النمرة؟ تصدق ما عرفتكش. لا ما حضرتك انت عارف النيو لوك ده اتجاهات، انا عامل شكل جديد واتجاه جديد في النيو لوك يعني. وعامل ايه في النيو لوك؟ والله بعك 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 حضرتك. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا حضرتك، يعني ازاي تفوقت يعني مع نيلوك اللي انت عامله ده؟ يعني ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الرابطه. دفعتك وانطردت كمان؟ طب ما دام انطردت بتديني رقمها ليه؟ وانت عايزني اديك مفتاح سر نجاحي؟ يا عم هو سر الارض، انت كده لبستني في الحيطه يا باشمهندس. لبستك، واتمنى بقى ان الحيطه تكون طلعت على مقاسك. وانت كمان ماشي يا رمزي ماشي. طب يا رجاله انا متشكر يعني لمجهودك، والله يعني تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. طب والقبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منه. لا كده مش ستايل كده يا دولا. يلا في ايه يلا؟ انت مش خلاص خلصت من موضوع النيلوك ده؟ العيال بيضربوك تاني ولا ايه؟ ايوه دول عمالين يضربونا دول، وانا مش عايز بقى، تقريبا اتعودوا على كده، انا مش عايز احرجهم. يا سلام يا رمزي، طول عمرك قلبك حنين. هاي، ايه ده؟ اولا فين النيلوك بتاعي؟ وثانيا فين بقيه حسابي؟ الحساب يوم الحساب يا قطه. ايه ده؟ انت هتنصب ولا ايه؟ بصي حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفصلك. اول حاجه حضرتك اسمك نعيمه ابو ورده. تاني حاجه حضرتك ساكنه في حاره البوشي المتفرع من ترعه ناهيه بجوار مدافن الصدقه. لا بقول لك ايه، العنوان ده غلط. اولا هي مش مدافن صدقه، دي مدافن زكاه.
يا سلام اهو صادق زكايا كله بثوابه، لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جيرانك. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش، مبروم على مبروم ما يلفش يا اخويا، حسابي هاخده يعني هاخده، ده انا نعيمه ابو ورده. يا استاذه نعيمه حرام عليكي، حرام عليكي، ده انت خلاص كنت ضيعتي مستقبلي، ده العيال الزغنطتين كانوا خلاص هيهزقوني. كانوا لسه هيهزقوك، امال اللي في وشك ده ايه؟ نيولوك؟ معقولة خلصتم مهمتكم بالسرعة دي؟ ده انتوا ايه؟ ده انتوا حاجة مش معقولة ابدا، ده انتوا حاجة عظيمة. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعة في الأداء دقة في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجودة، وهتلاقي حضرتك فيهم شوية ارباع وانصاص كده اهو، دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك دي مسؤوليه ضخمه قوي علينا. استنى تقلي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحه يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السما كلها. بقى انا هديك توكيل خردوات في المجره. مجرة؟ طب حضرتك يعني معلش هو طلب يعني مهم شوية، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الأرض اللي هيسكنوا عليها. أنا هعمل لكم رحلة صاروخية من الأرض للقمر وهبلغكم بيها. بص أنا عايزك تبلغ كل الناس اللي حجزوا معانا على القمر إن الرحلة بتاعت القمر هتطلع بكرة إن شاء الله من موقف أحمد حلمي، الصاروخ هيطلع الساعة 12 الظهر بالظبط عشان نوصل مثلا على 7-8 بإذن الله، تروحوا في النور بقى تتفرجوا. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتجوز وعايز شقة وكمان عايز تقعد جنب الشباك في الصاروخ؟ طب ما فيش شباك. أهو قاعد أهو. في إيه؟ يا نصابين يا حرامية، وهنتونا وخدت فلوسنا، لا لقينا صواريخ ولا بومب حتى. مش قلت لك يا أيمن دول نصابين؟ ما يا راجل تصدق ان في شقه في القمر؟ مش لو كنت سمعت كلامي كل رفهان الفلوس دي معاده شقه في صحراء نفاده. انا هنطوخك يا ولد. ابتخري ايه بس في ايه؟ افهم انا لغايه دلوقتي مش فاهم. لا افهم بقى، احنا روحنا الموقف لقينا شويه ميكروباصات بلاش لازمه وناس قعدت تتريق وتشتم فينا، والجدع اللي اسمه مفيد فوزي كان هناك وكان عايز يصور معانا. لا الا مفيد، الا مفيد ده لو عارف هيشرشحنا. بعد اذنكم يعني حضرتك اللي مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه مستر فانيلا، حضرتك انا ممكن اكلمه؟ ممكن يعني يكون الصاروخ اتاخر عشان بيمون مثلا من اوتستراد ولا حاجه. احنا مش هنسيبك ولا في السجن. ايوه مش هنسيبك الا في الجلسه. ايوه خش عليه. مش هنسيبك الا في الجلسه. مين فيكم عادل ورانيا؟ يا باشا احنا مظلومين يا باشا، سيادتك حضرتك. يا صباح الخيال، بقى حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، حضرتك هي دي صاحبه الفكره. يا عادل بتبيعني؟ يا عادل انا مراتك. يا عادل مراتك؟ ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر، اي حاجه تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانتوا ازاي تسمعوا كلامه؟ يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها بس احنا اتنصب علينا يا باشا، اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور، وحليني بقى. حازم عليا كده شويه. حازم بس اهو اهو، هو ده يا باشا، هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا؟ فانيلة ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيلا وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبايا تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس دي كنت ناوي هج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحى العسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحى العسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب، بص النصب. معلش يا عادل ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت حضرتك شريكته في الجريمه بتدافع عنه ازاي؟
بس ايه؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ ايه درس اللي الساعه 12 اللي عايزه تروحيه؟ ما هي حفله كليه الاداب بقى. لو سمحتي خليكي في حالك. نفسي اخليني في حالي بس مش عارفه، كل ما اجي اركز في الكراسات المقرفه دي عشان اخلصها الاقي حد بينط لي في الحته اللي انا قاعده فيها، بتشتت مش عارفه اركز. يسلي ايه مش عارفه اركز؟ ما تروحي تركزي يا اختي في اوضتك. ما تروحوا انتوا تقعدوا في اوضتكم، اتهدوا بقى في اوضتكم. انا كل طالباه من ربنا مش كتير، 3 ساعات بس، حفله من 6 ل 9 وبعدين روحوا انتوا الحقوا حفله 12. بمناسبه حفلات السينما انا نفسي اخرج جدا. عاد بقى زمانه جاي اهو، هو مش هيخرجنا مش النهارده الخميس برضو ولا ايه؟ انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر لما نشوف بقى البيه حجته ايه النهارده. مفيش حجج، لا هنخرج يعني هنخرج. اتفضلي يا هاني. لو سمحت انا ما بحبش حد يكلمني بالاسلوب ده. يا سلام، انت هتشترطي كمان يا هانم ولا ايه؟ وبعدين بعد كده قولي كلام له معنى. لو سمحت انا ارفض. انت خلاص لو سمحت ايه؟ ما انت رفضت يا هانم، يعني ايه بعد كده تقولي لي لو سمحت؟ احترمي نفسك بنت يا نجلاء. اطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون، خلينا نسمع. هو اللب فين يا مامي؟ في المطبخ، واخواتي معاكي في الشرق والفلو السوداني. طيب بس خليهم مش كتر لحد باقي. ماما ماما تعالي احسن يفوت الكتير. تعال مالكو مالكو في ايه؟ ما بتستعدوا بالله يا اولاد. لا ايه بنتك عملت ايه في ابني؟ ايه واحنا لسه عرفنا عملت ايه في ابني، مش يمكن هو اللي يكون مزعلها؟ هي بنتك محتاجه حد يزعلها، ده طول النهار بوزة شبرين مخليه البيت غم. لا يا ماما لا ما تقوليش كده على بنتي، انتوا اللي بتستفزوها وبتطلعوا المود السلبي بتاعها. هو ايه اللي حصل؟ هو بنتابع الاحداث. هم بادئين بقالهم كتير. تحب احكي لهم عملت ايه يا بيه؟ تحب اقول لهم على اخلاقك المنحرفه؟ انا اخلاقي المنحرفه ولا انت افكارك هي المنحرفه؟ طب اشحدوا بقى ما بيننا. من هنا بقى بدات الاحداث تسخن وتصعد. النهارده على غير عادتي حبيت انزل اعمل شوبينج، فقلت اعدي على الاستاذ عادل في البازار، ويا ريتني ما كنت عديت. طيب هاي عدولة يا حياتي. رانيا ازيك؟ اخبارك انت؟ ايه اللي جاب يعني جيتي ليه في يعني وقت؟ وهتشربي ايه ولا هتروحي ولا ايه؟ في مالك مرتبك كده ليه؟ لا ده مرتبك؟ لا انا ده شكل واحد مرتبك. لا انا مش مرتبك. ده مرتبك خالص. لا 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 خالص. طب ما تيجي نروح نشرب حاجه مثلا، ولا نخرج مثلا وارجع انا وانت تتوهي ولا ايه؟ ده ما يعني قصدي تروحي تركبي مراجيح اديكي فلوس، تروحي مول مثلا تشتري مراجيح ولا ايه؟ يا عادل في ايه يا عادل؟ انت كده بتثير ثوره الشك بداخلي. انا حاسه كده والعياذ بالله ان انت مش عايز نقعد معاك في المكان، ولا في ايه بالظبط؟ لا 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 انا مش عايزك تقعدي في المكان، ما انت دخلت جوه المكان اهو وقعدتي كل حاجه يعني. يا رانيا تعالي تعالي، مش هو يا رانيا ممكن يكون موعد واحده ست ينون في البازار ومش قايل لها ان هو متجوزك؟ ولا انت عرفت الكلام ده منين؟ انت ابوك كان بيعمل كده مع عمك ولا ايه؟ يوه كتير يا دولا، بس في فتره عرفوانه لما كان معاه فلوس ما كانش بيهمه زي حالتك كده يا دولا. في ايه يا عادل؟ ده يعني ايه؟ لا ما بداريش حاجه، ده هو الواد ده اصله واد غبي، يعني عنده انفصام ما بين شخصيته وما بين مخه، الاثنين مش متعرفين على بعض، يعني مفيش حاجه. بونسوار. اهلا اهلا اهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه ده؟ هو انا جيت في وقت غير مناسب ولا ايه؟ لا والله ده حضرتك تنوري في اي وقت. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عادل اتفضلي. انستينا ونورتينا وشرفتينا وزودتينا ونعمتينا. عادل على فكره انا حاسه ان انا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. طبعا انت ولا حاجه جنبها. رمزي ادوله عايزك تقفل باب البازار وتنور اللمبه الحمراء. ما عندناش لمبه حمراء يا دوله. خلي الاشارجي ينور الاشاره الحمراء عشان ما حدش يعدي ويجرح مشاعرنا يعني. كده على حياه عيني. رمزي ادوله وصل الهانم للباب. يا دول انا نفسي اتفرج بقى. يا دم انا هحكي لك اللي هيفوتك ياض. يا عم بص هي زي ما جت لوحدها تمشي لوحدها. يا عم سمعتي الاستاذ رمزي بيقول ايه؟ ليه عايزني امشي ليه؟
هتعملوا ايه؟ غلبان قوي قوي الوت دي والله العظيم. ما تعرفش ان كلهم بيحصل الحاجات دي. شفتم الطعم الجديد بتاعي؟ لا انا مش مصدقه عيني. انا طعمي هي دي بقى الحريم الاصلي. انا بنهار. ايوه غلطان. يا سلام، انا اقعد اقول بنهار 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 واغني وبتاع. اولا انا شاعر يا ماما، الكلام ده مش موزون، وواضح بقى ان خيالك هو اللي مريض ومصور لك الحكايه دي. انا اللي مريضه ولا انت اللي عينيك زايغه؟ انا عينيا زايغه؟ انا عمري يا ماما ما بصيت لاي حد بره خالص يعني. وبعدين انا ما اعملش كده في مكان اكل عيشي. يا سلام، يعني معنى كده ان انت هتعمله بره مكان اكل عيشك؟ ما تلغوشيش على كلامه واحترمي نفسك. بقولك ايه، ما تستعبطش عشان تداري على غلطتك. غلطتي؟ انا ما غلطتش في اي حاجه يا اخوانا. انا غلطت نجله. تفتكري خانه وانا ما خانهاش؟ بس لو كنت شفتي الخناقه دي قبل كده ما تحرقهاليش. اسمي اتفرج عليها بتشوق. انا بقى يا اخوانا هحكي لكم على كل حاجه وبالتفصيل وانتوا اللي تحكموا. عارف يا رمزي، انا نفسي اشوف مين دلوقتي. ابوك الله يرحمه. انت هتموت الراجل يا عم وهو عايش ليه كده يا رمزي؟ ايه دول؟ طب ما الرحمه بتجوز على المتوفي والميت يا عم. الله يرحمه ابوك، يا ريت جاب حمار على الاقل كان هيتركب ونستفيد منه. طب ما انا بشيل حاجه تقيل. نفسي اشوف رانيا. عارف ليه؟ علشان تهرش لك في ظهرك. بس يلا بقى، بس بقى، لا نفسي اشوفها واقعد اطول فتره معاها. عارف يا رمزي، انا كان نفسي ان انا ابقى غني عشان استغنى عن الشغل وافضل طول الوقت عايش انا ورانيا. ابص في عينيها تبص في عينيا، امسك ايديها تمسك ايديا، ارقص معاها ترقص معايا. طب ما تتجوزها يا دول. ولا ابعد عني، ابعد ابعد ابعد. انا حاسس ان نص وش الشمال اللي من ناحيتك ده ابتدى ينمل. ليه كده يا ابني؟ بتفوقني من احلى حلم يا خز انا عايش فيه. ايه دوله بقى، انا مش بدلك يا عم وبريحك. انت مش بتدلني، انت بتذلني. لكن اللي يريحني فعلا اني فجاه الاقيها قدامي داخله عليا بتهفهف كده زي النسمه المهفهفه ساعه عصاري. دنيا شمس تلاقي شجره. هاي يا عادل. ايه ده، انت رانيا بحق وحقيقي ولا ده جرافيك؟ لا يا بيبي، انا رانيا. رانيا؟ يا تخيلي، لسه كنت انا والغبي ده في سيرتك حالا. ميرسي يا دولا. ميرسي على ايه؟ ميرسي على ايه؟ تحبي تشربي ايه؟ اجيب لك كوكتيل؟ ابعت الجزمه ده يشتري لك كوكتيل مثلا، ولا اي حاجه ساقعه، ولا اي حاجه سخنه، زي ما تحبي. هو في ايه يا عادل؟ انا ليه حاسه ان انت مرتبك شويه؟ لا يا رانيا مش مرتبك، هو لما بيبقى جعان بيبقى كده. حبيبتي مرتبك ليه يعني؟ مفيش اي حاجه. ما تيجي بينا نمشي بسرعه قبل ما يجي اي زبون يدخل لنا البازار. عادل، انا عندي احساس قوي ان انت بتحاول تخبي عني حاجه. حبيبتي انا اخبي عليك انت اي حاجه؟ معقوله؟ دولا ما تنساش الزبونه اللي كلمتنا امبارح بخصوص البضاعه جايه دلوقتي. مش مهم الزبونه ومش مهم البضاعه، المهم الحب. انا عايز اعرف انت ليه بتحاول تخليني امشي من المكان ده يا حبيبتي؟ عشان انا وانتي نستغل الوقت ده ونقعد في مكان هادي عند سفح الجبل على ضي القمر. لا يا دولا، لا بص، بقولك ايه، الزبونه دي اللي جايه معاها رزق يا عم، والرزق دون ممكن انت تاخده وتروح تسهر بيه في حته اشك شويه من سفح الجبل ده بدل ما تتمسكوا. نتمسك ايه يا غبي؟ ده انا معايا مراتي وانا معايا ولا 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 ما تبوظ اي احلام بتحصل لي. بعد اذنك اتكل على الله. رانيا يا حبيبتي يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا مدام انشراح، اتفضلي. نورتي يا مدام انشراح. حضرتك يعني دي هدية بسيطة ولاعة على شكل توت توت. شكرا. انا ما بستخدمش ولاعات في توليع البوتاجاز، انا بحب استخدم الكبريت بعد الاشعال الذاتي ما باظ.
مين البوتاجاز دي يا عادل؟ زي ما سمعت يا حبيبتي دي مدام انشراح اللي حظها وحش مع البوتاجازات. يا سلام، طب ما اجيب مايكروويف او حتى يعني توستر، ايه الاستهبال ده؟ رانيا يا حبيبتي معلش انا اسف بس دي زبونه يعني. نعم يعني زبونه دي اهم مني؟ مدام انشراح تحبي اروح اجيب لك شندوتش كشري؟ شكلك كده هفتانه. شكرا انا ما باكلش برا البيت. رمزي روح هات لها حاجه ساعه. الله الله الله، ايه الاهتمام ده كله؟ حبيبتي ما انا عرضت عليك ان احنا نروح نشرب حاجه ساقعه بره، انت ما رضيتيش. بس انت ما لحقتش. لعلمك بقى انا جوايا بيقول ان انت عايز تسربني من المكان ده عشان تاخد راحتك مع الصيعه الضيعه الفلتانه بتاعتك دي. مدام ما يصحش اللي حضرتك بتقوليه ده. يعني ايه ما يصحش؟ يصح تقول اللي هي عايزاه. هي المدام صاحبه المحل؟ لا بس دي حبيبتي. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه يا خاين يا غشاش يا متهور؟ انا ماشيه. رانيا ما تسيبنيش لوحدي. انا ماشيه. رانيا طب رمزي وصلها بسرعه. وكمان بتطردني وبتسرب الجزمه ده عشان يخلقك الجو مع الهانم؟ لا دي اهانه وانا ما اقبلهاش. وبعدين يعني ايه سرب البتاع ده عشان يخلقه الجو؟ امال مين اللي هيشيل البضاعه؟ لا بقى دي اهانه بقى ما اسمح لهاش. انا كمان بقول لك يا دولا انا ما ينفعش اعمل حاجتين في نفس الوقت يا عم. ما انا يشيل البضاعه يوصل رانيا، وانت فاكرني ايه هرقله؟ انا ماشيه. رانيا ما تسيبنيش يا رانيا. ايه اللي بيحصل ده؟ انا بنهار انا بنهار 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 بنهار. احكموا انتوا بقى، هو ده اللي حصل ولا لا؟ يا سلام، دي رقصاتك المريضة لكن مش الحقيقة المفعمة. مفعمة ايه ورقصاتي المريضة ايه؟ انتوا اي كلام بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ هو ده اللي حصل يا هانم. ايوه كده، الموضوع بقى فيه سسبنس. تفتكر البطل هيموت؟ بطل ايه؟ وايوه ماما الناس دول قاطعين تذاكر ولا بتفرجوا ببلاش ولا ايه؟ يا سلام، هو انتوا بتتفرجوا على تلفزيون؟ يا ماما بنوفر كهربا. انا كل ما بشوف عادل ورانيا بحس ان مستوى المسلسلات بقى وحش جدا. يا جماعه مش معقول الموضوع ده، اكيد تافه واكيد كمان في سوء تفاهم. ايه ده؟ استنوا بس نشوف مين اللي جاي. دولا حبيبي. اهو رمزي تعالى. السلام عليكم. اهو رمزي اهو حضر معانا الحكايه، وهو بقى اللي هيحكي لكم على اللي حصل بالتفصيل. كويس قوي ان البهجه صح. انا عارفه ومتاكده انه شريك معاك في الجريمه، لكن انا عارفه برضو ان هو مش ممكن يكذب لانه اصلا عنده قصور ذهني. ميرسي يا رانيا. ميرسي. هي بتشكر فيك. اقول لهم بقى يا رمزي، مش انت كنت موجود ساعه المشكله اللي حصلت؟ طبعا يا دوله بشحمي ولحمي. اه حبيبي اتفضل احكي. يلا يلا احكي، اذا كنت اصلا هتعرف تنطق. لا 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 ده انا حدوته يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه، انا كنت قاعد في البازار لا بيا ولا عليا، لقيت والعياذ بالله حاجه غريبه بتحصل. مش هتكلم معاك بص، انا خلي الكبير هو اللي يرد عليك بقى. بص يا كبير. يا معلم رمزي فيها فتله، فيها حته، فيها يا جماعه. دلوقتي في مشكله بيني وبين الواد ده وانت لازم تحلها لنا لا مؤاخذه. ايه يا جماعه انتوا كل يوم مشاكل يا جماعه؟ في ايه انتوا كل يوم؟ وبعدين تقوموا جايبين لي علشان انا بقى اصطفي لكم المشكله دي. معلش يا معلم رمزي، معلش يا ابو قلب كبير. قول يا سيدي. بص بقى يا معلم، دلوقتي انا والواد ده متفقين اتفاق ان احنا انا كل يوم اجيب له طبق كشري سوبر سوفليكس لوز على ورد من عند معلمي، وهو يجيب لي 3 كوبايات شاي من عند معلمه. انتوا رجعتوا بقى كده للعصر القديم اللي هو التبادل بالمعايده. قفلت المحل والشارع بقى فاضي من غيرها دلوقتي. ضحكتني والله يا دي، يا غبي منك ليه يا غبي؟ المعايده دي يعني تدي له الحاجه ويقوم هو رددها لك تاني وتقول له هات. هقعد اشرح في 2 ما بيفهموش اصلا. المشكله يا معلم ان انا جبت له طبق الكشري وهو قال ايه جاي يتمشكح لي ويتبغدد لي وجايب لي كوبايتين شاي. مشكحلك ايه يالا بتاع الف ليله وليله؟ الشاي غلى يا عم رمز، الشاي غلى. دلوقتي جبنا شاي جديد اكسترا، الكوبايتين بتمن 3. اعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يا فتله في ايه يا عم؟ لا وانت بتدفع حاجه من جيبك؟ ما كله على قفا المعلم بتاعك يا ابني. طب والحل بقى يا ابو قلب كبير؟ انا هحلها لكم يا سيدي، مش عايزكم تقعدوا تتشكلوا تاني علشان انا فاضي وما عنديش شغل بقى. خد ادي تمثالين، ده تمثال ب 20 جنيه خده يا عم هون، وده تمثال ب 20 جنيه خده وبيعوه، وهات لي بقى كوبايه شاي وطبق كشري حلو كده خلاص، واضربوا الباقي في جيبكم. لا رمز انا مش عاوز التمثال ده. عايز ايه؟ انا عايز طبله. بس كده جيت في جمل. خد يا سيدي طبله اهو، وخد التمثال دي كمان. خد
انت كده عايز تحلق بقى يا معلم. فهمتني يا ولا؟ يلا صباح الفل يا عم الكل. صباح الفل يا حته، مش عايز مشاكل بعد كده. خلاص يا معلم. يلا اتفضل، كل شويه هنقعد ندوش الراجل معانا. اتفضل يا عم الف ليله وليله. السحلب والكشري والف حمد وشكر ليك يا رب، المشكله اتحلت على ايدي وكان شيئا لم يكن. ايه ده يا نجلاء، انت قلبتش ولا ايه؟ لا ريموت مش معايا. لا ده ريموته معايا انا. انت ايه اللي جواك يا؟ انا مفيش جوايا من ناحيتك اي حاجه يا دوله. ولا من ناحيه نفسك يا ابني. انت عمرك يا رمزي قابلت حد اغبى منك؟ يوه كتير يا دوله، ده انا كل اللي حواليا اغبياء، ناقصهم ديل ويبقوا جمال. على اساس ان الجمال بيمشي بديل يعني؟ اه. ولا دول يالا بيضحكوا عليك يا اهبل. يا دوله ما بيضحكوش عليا يا عم، ما انا قايل لك يا عم انا خدت كوبايه شاي وطبق كشري قد كده هو. يا دوله يا بيسرقوك يا هيقول... بيسرقوك يا عم. هتقول لي بيسرقوك يا دوله؟ يا عم ما تقلقش، ده ساكن انا بشتري منهم التماثيل دي تاني يا عم من الفلوس اللي انت بتسيبها لي في البازار وبسعر اغلى. يا دوله شو اللي بيسرقوك ده؟ انت نبغى يالا. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، علاقه المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي بالمشكله اللي بيني وبين عادل؟ ايه ده، هو في بينكم مشكله كفالة الشر ولا ايه؟ يا سلام. اه تخيل. ايه ده، لا يا جماعه، ده انتوا لازم تقولي بقى البزاره ظبطكم باحلى تمثالين يا جماعه. اه بس على شرط بقى تشتريهم مننا اغلى ما هتديهم لنا. ها ده اساس يا دول طبعا، ولا انت علشان ابن عمي هتضحك عليا يعني؟ رمزي. نعم يا دول. بره. ايه تقول يا دول؟ بره. ايه ده؟ ايه ده؟ بره. لا يا جماعه، بره. انت مش عايز اشوف خلقتك. لا يا دول، انا في البازار. انا عايز اعرف دلوقتي بقى الحقيقه هتبان ازاي. حقيقه ايه يا بنتي؟ يا ابني خد مراتك وخش جوه كملوا كلامكم وما تحكمش حد بينكم. يا خساره، هيسيبوا النهايه الخيال المتفرج. لا بقى، انا ما بحبش النهايات المفتوحه. عادل رانيا بقول لكم ايه، انت تاخد مراتك وتروحوا حته فيري رومانتك وتتصفوا بقى هناك وتصالحوا بعض. والله ده شيطان شيطان. لو انا اخدها ونروح نقعد في حته، لا دي حاجه تغم. بص يا كابتن، الزم حدودك. انا بقول لك اهو، انا اصلا مش عايزه اتكلم معاك، انا داخله اوضتي بكرامتي. اقعد. عادل عادل، روح صالحها، مراتك وبتحبك وبتغير عليك. يلا يا ماما، ما انت مش شايفه بتقعد تعمل معاها ازاي؟ يلا يا عادل، يا ماما بصي حضرتك يلا يعني. يلا يا عادل. حاضر. يلا يا حبيبي. يلا يلا يلا. خلاص كله تمام، اقتنعوا وهيسيبونا بقى نخرج لوحدينا. يا سلام، ده مامي نفسها قالت لنا اخرجوا، بس تفتكر دخلت على الباقيين؟ يا ماما دي دخلت وخرجت وقطعت الشبكه كمان. انا سعيده قوي يا عادل. وانا سعيد جدا، بس اللي ملخص حياتي الواد اللي اسمه رمزي ده، انا بفكر ابلغ عليه. لا 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 لا، تسيبه يعيش بشكل تعسفي. هو صراحه يعني شتت الاذهان، صراحه كانت الضربه القاضيه. انت عارف انا متاكده دلوقتي ان هم هيدخلوا يناموا بعد كل اللي قالوا ده. بس النوم بتاعهم هيبقى نوم متقلب. تحب نروح فين؟ ابقى يعني بفكر ان احنا نروح يعني سفح الجبل. سفح الجبل جميل. ايه رايك نروح كافيتيريا اللي احنا بنقعد فيها؟ اكيد هم ما يعرفوهاش. اوكي. ايه رايك؟ يجنن يجنن يا عادل يجنن. انت عارف احلى حاجه في المكان ده ايه؟ انه يتميز بطراز اسباني رفيع. ما تكرهنيش في المكان بقى، مش كل شويه تقعد تقول حاجه كده. يا جرسون. مساء الخير يا فندم، في حجز حضرتك؟ شايفه بالحجز طبعا يا حبيبي، ما هو ده النظام الفرنساوي لاداره الريستوران. بس بقى ما تكرهناش في فرنسا. حضرتك اه طبعا في حجز باسم عادل سعيد. استاذ عادل سعيد؟ استاذ عادل؟ لا والله يا فندم، ما عنديش حجز بالاسم ده. ازاي؟ انا في حد كده هو بعت لي اسمه رمزي، قلت له يحجز لي يعني. لا يا فندم مفيش، لكن في عندي حجز 7 افراد ما اتاخر على ميعادهم ساعه. اتفضل حضرتك. نقعد مكانهم؟ اتفضل. شاكرين قوي. كويس الحمد لله. بس الترابيزه محجوزه وقلبين الكراسي تجنن. انا مبسوطه قوي يا عادل، سعيده بجد، احنا اول مره من مده طويله قوي نبقى لوحدينا. ليكي عليا يا ستي، كل يوم خميس اخترع حاجه جديده عشان ما اخليهمش هم يجوا معانا ونخرج لوحدينا. انت عارف يا بيبي احلى حاجه في المكان ان هو يتميز بالشعريه والرومانسيه والهدوء.
ايه يا عم هما سناء هما 15 جنيه بس لما كنا خدنا توك توك احسن. ولا يا ياسر يا جرسون ياسر انا اسف. صباح الفل. ازي حضرتك؟ فين الحجز؟ حضرتك جاي متاخر ساعه بحالها يا فندم، فاضطريت ان احجز المكان لحد تاني. يعني ايه ساعه وحجز واضطريت انا حاجز؟ يعني نون براحتي بفلوس. يا حيوان يا حيوان. دوله دوله هو ده اللي هيدفع الحساب. امورني يا دوله. انا مش قلت لك احجز لي ترابيزه النفرين يعني؟ ايوه دوله، يعني انت دلوقتي قاعد في الشارع يعني وفي عربيات؟ ما ترابيزه ايه يا عم، كبيره كمان. يعني كمان لا مضى حجز لي ترابيزه كبيره ليه؟ ما انا جيت سالت ما لقيتش حجز باسمي. في مفاجاه دوله يا دوله. اصبر يا حاجه. اتفضل يا حاجه. خدت مرانيا؟ ازيك يا عادل؟ ازيك يا حبيبي؟ عادل 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 دوله عيني يا حبايبي. وحشتونا فحلي. ايوكم عاملين ايه؟ بتقرف من غيركم. وحشتونا. اشكروني اشكروني اشكروني. طب طيب مدام كله هنا بقى، يعني امال فين ياسمين؟ ياسمين في الدرس واحنا مروحين هناخدها معانا ونروحها. راحت للاستاذ وائل برضو. ماشي. اشكرني بقى يا دوله بقى. اشكرك ده انا هشكرك شكرانيه. بليز سيل تو بلاي انقذني. ايه اللي حصل حماتي؟ خير؟ ميراث اجدادي وتراث السابقين هيروح مني. لا 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 لا، ان شاء الله مش هيروح منك ولا حاجه. هو ايه الحكايه؟ فاهميني بس بالراحه كده. لا يا دوله، ما دام هيروح منها تعالى يا عم نقفل البازار ونروح ندور عليه. اصل انتشوه ولا ينتشوه ايه؟ انت مالك؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت عايز تقفل البازار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تله؟ عادل عادل، الموقف بتاعي في تركيا هيضيع لو انا ما دفعتش 2000 جنيه. موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباص مثلا في تركيا؟ لا انا اللي هو الموقف لما يكون عندك فلوس واقفه وبعدين بتتفك. واقف؟ يعني انت ليكي واقف في تركيا وعايزه 2000 جنيه؟ لا يا حماتي، يعني منين اجيب لك ال 2000 جنيه ده؟ حتى الطابق مكسور. ورحنا حتى بعتنا الطابق ده يتلحم. عادل عادل أرجوك يا عادل، يعني أنت بتشتغل في الحضارة وفاهمان إيه؟ أيوة أنا فاهم طبعاً يا حماتي، يعني بالنسبة للحضارة وفاهم كويس قوي إن تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جداً، وأثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار. طب دولا هم كانوا راكبين إيه وهم رايحين المشوار ده؟ راكبين أوتوبيس 183 يلا. اللي هو بيقف أول محطة عنده محطة الحضارة، وبعدين محطة العراقة، وبعد كده محطة الأصالة، وبعدين بيجرش بقى في محطة التراث. ده تلاقيه مكيف ده اللي هو من 2 جنيه ونص باين. ايوه انا. بس بقى لا، انا عندي الحجه اللي تثبت الكلمانات دي. هي دي الحجه؟ ايوه. بص دي صورة. دي صورة جماعية للعالم ولا ايه؟ دولة صورة. طب انا فين يا دولة؟ شاور عليا كده، انا مش شايفني خالص. تعالى الناحية دي كده، تعالى الناحية دي. بص ركز جامد، يلا ركز جامد. لا تعالى كده. طب المصوراتي فين طيب؟ ما دي الكاميرا الخفية انا. بس بقى ده بقى بحر القزوين ولينا جزء فيه. ليكوا جزء فيه؟ ليكوا ايه مثلا؟ 3 كيلو سمك غير السلطات؟ والطحينه برضه دول بيخرجوها منه ولا ايه؟ ايوه انا بس بيخرجوها خام وبعدين يبعتوها على نجا حمادي يكرروها. طب وليه يكرروها دول؟ ما هي مره واحده وبعديها ينزلوا بقى بالسلطات الخضراء بقى. شتا. ولا هزر وحمادي واقف، انت بتستهبل؟ ناسين جدا يا حمادي، اتفضلي. ده بقى البحر الميت وبرضه لينا فيه شويه. ليكوا شويه في البحر الميت؟ ليكوا كام ميت على كده؟ يمكن دي التراب بتاعتهم دول. ولا مش معقول بجد. اسفين جدا يا حماتي، وقت مش متربي وكل شويه افكره ما تهزرش ما تهزرش. طب بس ال- 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 الجزء اللي فيه الميه، اما بقى الجزء اللي هو الارض. انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشره الجويه. دول انا مش فاهم، حول على المسلسل ده. مسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشره ده. مش معقول انتوا بتهزروا. احنا عندنا في تركيا اقله كده 200,000 مربع مكعب. 200,000 مربع مكعب؟ بص انت اللي بتهزرها يا حماتي. لا يا عادل، ده غير بقى جبل برطمان خان بتاع جده.
جبل برطمان خان، يعني جدك الله يرحمه يعني كان هو اللي بنى الجبل ده وبعدين حطه في برطمان ولا ايه؟ اصل هو تسلقه وبعد ما تسلقه راح حاطط العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكاته. ايه ده ايه ده؟ طب ما انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما بعلنش ان هو ممتلكاتي ولا حاجه. انت غلطان برضو يا رمزي، لازم تعلن ان هو من ممتلكاتك يا ابني، ما دام بتطلع طالع نازل طالع نازل. ها لا لازم تسجله يالا في شهر العقاري عشان تسيب حاجه لعيال عيالك زي الهانم كده. عادل ارجوك يا عادل من فضلك، انت مش هتصدق النقله الكبيره اللي هنتنقلها كلها. ارجوك سيف ماي سولجناتي. بص يا حماتي، فكره انك انت تحكمي تركيا ب 2000 جنيه دي مش وارده ومش راضيه تدخل دماغي خالص. لا ما هي ال 2000 جنيه دي انت مش علشان كده، ال 2000 جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلص لي الموقف بتاعي. يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسب، وخصوصا القضايا بتاعه الوقف دي. بص لو خسرت، وطبعا مش هيحصل، انا هبقى ارجع لك الفلوس دي من المعاش بتاعي بس بقى بالتقسيط. لا 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 لا، احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد، سيب لنا راحتنا. فلوسنا على اساس ايه؟ ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا ايه؟ انت مال؟ طب ايه رايك بقى بالعند فيك يا رمزي؟ هسلفها ال 2000 جنيه. يا تري جونتي، ميرسي ميرسي يا عادل بجد. لا يا حماتي انت صدقتي ولا ايه؟ لا طبعا عادل من فضلك، انا عايزه ال 2000 جنيه دول في اسرع وقت. يا خالت مرانيا دولت مش 2000 جنيه، دولت 5000 جنيه، لما يجي لنا 2000 نبقى نديهم لك. انت بتخدمني ليه؟ بص يا رمزي ما تخدمنيش يا ابني، انت بتدمرني يا رمزي. عادل ارجوك يا عادل. بص يا حماتي يعني ماشي، انا ممكن هسلفك 2000 جنيه بس ترجعهم لي عشان دي فلوس شغل حماتي. اوكي عادي، بس انا ليا بقى طلب اخير منك، انا عايزاك بقى تحضر معايا المقابله بتاعه المحامي بتاعي اللي اسمه العقر. المحامي بتاعك اسمه العقر؟ عينيا اذا كان هو العقر انا المفتح. قولي لي يا ماما الساعة معاكي كام على توقيت تركيا؟ ليه يا سناء؟ معاد القهوة التركي بتاعتك ولا ايه؟ هو الديك الشركسي اللي هو التركي بيتربى في عشش ولا بيطلقوه كده؟ لا انا سمعت ان الديك الشركسي ده مات وساب بقى العشش، بقت واقفة دلوقتي للفراخ البلدي. والفراخ البلدي دلوقتي قد على نار. بكرة هتشوفوا أنا هبقى إيه وإنتوا هتبقوا إيه يا جربوعات. جربوعات مامي لعلمك بقى، تحدياتك تفتقد الواقعية، وعشان تبقي فاهمة الحقوق المنفعية بتتساقط مع التقاضي. مامي هو إحنا بعد كده ممكن نبقى نسافر نصيف في تركيا؟ بيان سور شيري، وتصيفي على البوسفور وتستحمي بقى على البحر على البلاج، وتلعبي في الجناين بتاعت قصر بتاع جده، وتركبي الخيل بتاع جده. الخيل بتاع جده؟ خيل الله ما اجعله خيل. يا ماما انا الاوان بقى تفوي من الاسطبل اللي انت عايشه فيه وتعيشي معانا على ارض الواقع كده. حاضر يا حبيبتي. سناء وبعدين هيبقى سناء. ايوه ايوه ثانيه واحده. مساء الخير. مساء الخير. مش دي عماية 15 شقه الاستاذ عادل؟ اه دي عماية 15 معايا جواب للسيده مجيده يقفت يوحي من تركيا. يوحي يا نهار اسوح، متشكرين. او انت حضرتك اسمك ايه؟ يامي يدا يا مدان. يامي يدا يا مدان، ده ابوه بينتقم منه. متشكرين قوي يا يامي. انت يقع. الله يخليك. اديني اديني ده من الافوكا بتاعي. اولا لا اولا لي اولا لا. الافوكا هو اسمه ايه؟ المحامي العقر. ايوه العقر. ايوه مرسي. نشاطركم الافراح. غدا اصل على طاقيه اسطنبول القاهره ومعي مستندات ملكيه الوقف. اخيرا انا هاخد مستحقاتي. سيفيروم هي. ايوه طبعا يا حماتي، بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتاكد منها طبعا. يعني في المشمش يا ابني، في المشمش ما كانش حد غلب، ده اللي عنده بيت ملك بيلم ايجاره بالعافيه. انت هتاخدي وقف في تركيا؟ بقى الحكومه التركيه هتديكي وقف؟ يا حبيبتي الاتراك مش بالسهل كده. يا ماما على فكره انا بدات ارتبك، انا خايفه الموضوع يطلع بومبه
وخايف علينا من الصدمة. نو يا شيري اطمني خالص، لا يمكن يكون حاجة زي كده. أنا بقى لازم دلوقتي أحضر نفسي للسفر، ولازم أحضر شهادة الميلاد بتاعتي، ولازم أحضر الباسبور. حماتي معلش يعني أنا آسف، بس حضرتك يعني متهيألي ان انت محتاجه دلوقتي ترتاحي. سيبي لي الجواب ده، انا هدرسه واعمل كل حاجه، انت تخشي بس ترتاحي لغايه ما نشوف الحكايه دي ايه، صح ولا غلط ولا ايه. ها اوكي. عادل ايه 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 خير؟ تخيل مين قاعد بره يعني وانا نايم كده هو، يا ما ينفعش ان انا اتخيل، ممكن احلم لك مين اللي بره. المحامي قاعد مع مامي، والوقف طلع واقع ملموس. الوقف طلع واقع ازاي يعني؟ يلا البس عشان تشوف. قوم بقى يا عادل. حاضر حاضر. مجيدة هانم، تحياتي وتهانينا لفخامتك. اوراق الوقف اهي. ميسي. طب انا عايزه اعرف الورث المعنوي اخباره ايه؟ معنوي؟ مش فاهم. جده كان واخد لقب اجاخان، انا بقى عايزه ارجع اللقب ده تاني. والله هم عرضوا عليا يرجعوا الطربوش فقط، انا رفضت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. العور محمد العور يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك من الورثه؟ اتفضل حضرتك. حضرتك انا مش من الورثه لكن زوج احدى الوارثات يعني حضرتك. وبعدين انا اعتبر نفسي الممول الرسمي والراعي الرئيسي، يعني انا اللي بصرف على القضيه يعني بتاعت الورثه حضرتك. تشرفنا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يعني انا كنت عايز اسال بالنسبه للقضيه بتاعت الورث دي، يعني حضرتك لو انت ضامنها يعني الحاجات دي بقى هتيجي ازاي من تركيا يعني؟ ولو جت اصلا هنتصرف فيها ازاي؟ لا مش هنتصرف فيها، مفيش حد يتصرف في ممتلكات بتاعه جدودي. مامي لو سمحتي اسكتي شويه. بعد اذنك يعني، بعد اذن حضرتك، الممتلكات دي انا اعتقد ان احنا ممكن نقسمها جزئين، جزء منها نعمله متحف وناس يخشوا يتفرجوا ويدفعوا تذكره، يبقى ده في دخل ثابت بالنسبه للاسره. الجزء الثاني نقدر نبيعه وناخد فلوس وبقى. اوكي مفيش مانع. بوني دي يا عادل، لكن على شرط ما حدش خالص يمسك ولا يلمس الشمعدانات بتاعه جدودي ولا طقم السنان بتاع جده. يا جماعه احلامكم حاجه والاجراءات القانونيه حاجه تانية. اللي هيحصل كالتالي: مجيده هانم اغا خان. حضرتك يا حماتي ليه متسرعه كده؟ هو مش بيقول لك حاجه مجامله، ده اسمك الجديد احفظيه بقى، مجيده هانم اغا خان. حضرتك هتعملي لي توكيل كامل وشامل ومتكامل. هاخد التوكيل واطلع بيه على تركيا، افور الليله في السريع واجيب الفلوس بتاعه الوقف واجي على طول. تفور ايه حضرتك؟ حضرتك محسسني يعني ان انت رايح تخلص في موبايل. سمحت ما تدخلش في مهن الاخرين عشان ما تبقاش عاقمه الامور وخيمه. عاقمه الامور؟ اسمها عاقله الامور يا ماما، انت بس بتقولي اي حاجه. رانيا انا مش مطمن لحكايه التوكيل دي. يا مات انا عملت لك التوكيل من امبارح. الله عليكي، كده بقى كل الاوراق المطلوبه معايا. اطمني يا هاني، كلها يومين اتنين والوقف هيبقى معاك. حضرتك يا باشا مش مطمن مش كده؟ ماشي اتفضلي يا هانم، انا مجهزه والله مجهزه شيك بمئة الف جنيه. تبقي تردهولي لما تستلمي الوقف. ما تقليش يا هانم. بالعز يا جماعه بالعز. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. اي لاف يو مات يا حبيبتي يا تركيا. باي. ده الموضوع بجد ولا ايه؟ والله يا ماما شكله بجد. انا قلت من الاول كان ليا نظره فيها. مجيده دي هانم بنت هوانم، ابتسامتها ضحكتها مشيتها نضارتها. ما تقفريش نضارتها من العتبه اصلا. بقول لك ايه، خليك معاها لغايه ما تخلص الورق، دي زي مامتك برضو. طبعا يا ماما انا هخش لها دلوقتي عشان اشوف ايه الاخبار وكده. يلا يعني. يا حبيبي يلا. خش لها بقى. يلا ربنا معاك. مجيده هانم مين؟ أنا ابنك عادل. أنا مش مخلفة أولاد. أنا جوز بنتك عادل يعني حضرتك. افتكختك ادخل. متشكر قوي، متشكر جدا يا ماما. ينفع أقول لحضرتك يا ماما ولا ما ينفعش؟ أوه عادل، أنا طول عمري وأنا بحلم إن يكون عندي ولد، بس أكيد مش بالمواصفات دي. معلش بقى يعني هو اللي موجود يسد وخلاص يعني. وكان نفسي إنه يبقى فارس زي جده.
عارفة حضرتك أنا كنت هقدم في كلية الشرطة، بس في الاختبار بتاع الشرطة وأنا بجري رجلي اتلوت، بس كنت هبقى فارس يعني. يا حرام يا حرام، أنا العموم أنت شاب ظريف ولطيف وممكن أسمح لك إنك تبقى ابني. ربنا يخليكي. بصي أنا مش جاية أتكلم في الألفين جنيه اللي أنت واخداهم مني يعني، برغم إن أنا يعني اللي بدأت يعني، أنا البداية يعني. تري جونتي تري جونتي أديل، يعني أنت مش عاوزهم ها؟ لا طبعا، هو في حساب بين أم وابنها يعني. يا ماما أنا جاي النهاردة وخايف عليكي. من إيه يا أديل؟ يعني من المشاغل اللي هتقابليها بقى الفترة اللي جاية، مرحلة صعبة جدا، لازم هتكوني محتاجة حد يرد على الموبايلات، يرد على التليفونات الأرضية، يقابل الناس، يشوف الأوراق وكده يعني. تتصور تتصور يا أديل، أنت عمرك أطول من عمر رشيد. أنا دلوقتي حالا كنت لسه بفكر في الموضوع ده، وكنت هنزل كمان إعلان في جورنال دو جيبت. لا جورنال اللي تنزلي فيه إعلان، ما أنا هو حضرتك. على العموم يا أديل أنا مش هلاقي حد أحسن منك. ربنا يخليك يا ماما. لا أبي عادل إيه؟ قولي أخوي عادل. أنا أخوك يا ماما. والله يا أبي التأخير ده كان بسبب الزحمة، وأنا ما كنتش مع أولاد في سينما ولا حاجة خالص. لا سينما إيه وأولاد إيه، ده أنا حتى لو شفتك بعناية مش هصدق. معقولة أختي بتروح سينما؟ وبروح سينما عادي يا ماما، تروحي سينما عادي بجد؟ اه طبعا، يعني انت خلاص بقيتي شابه ومن حقك تكسبي بعض من الحريه يعني. ميرسي قوي يا ابي عادل. قلنا اخوك يا عادل. عادل عادل عادل، عايزه اخش المجيده. ايه 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 الكلام الفارغ ده؟ اول حاجة حضرتك دلوقتي غلطتي غلطتين. اولا اسمي الاستاذ عادل مش عادل، لان انا اللي بشتغل عند مجيدة هانم. ثانيا هي مجيدة هانم مش مجيدة. ثالثا ما ينفعش تخش يا ماما، ما ينفعش. يا سيدي نبقى نخبط قبل ما نخش. انا ما بتكلمش على التخبيط، المسائل دي كلها بتبقى بنظام. حضرتك لازم تاخدي ميعاد ونشوف لك ميعاد ونشوف هينفع تقابلك ولا لا اصلا يعني. حاضر يا عم المدير، حاضر ياسي المدير. اجي امتى؟ انت مصعبها كده ليه؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ ما تيجي تشتغلي شغلتي يا ستي. الله، وانا بقبض او انت؟ لا 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 يا هانم، انا ما احبش حد يدخل في شغلتي. حاضر يا بيه، حاضر يا بيه، اديني ميعاد وخلصني. اصبري بقى اما نشوف ميعاد، يمكن ما نلاقيش مساء ولا حاجه. اصبري. ميرسي. ما في واحد دخلت اهو بمنتهى البساطه. انت مالك واخده ميعاد بقى لها 4 اشهر؟ اصبري اصبري اصبري، هنشوف لك ميعاد. انا ما احبش حد يستعجلني، لا اما اجيب لك الاب. يا ام يا ام يا عم نطقت. نطقت نطقت طبعا. انت كنت فين يا ام؟ كنت في الحمام دوله. في امن يروح الحمام؟ انا اسف يا فندم. شوف الناس اللي عاملين شغب دول. اتفضل. ولا حاجه، اجي امتى؟ تعالي بعد 3 اشهر واطلعي هنا في الصاله شويه. خلاص يلا ما تشوحش. اوعى كده يا عم، ما تروحش في اي حته ثانيه يا ام. حاضر يا فندم. ايه ده راح على فين يا حاج؟ حبيبتي وعايزه اراضيها. حبيبتك وعايزه تراضيها وداخله كده اهو بسهوله. لا يا هانم لازم تعدي على الجهاز. الجهاز يا ابني اهو. دولا جهاز ايه؟ الجهاز يا دولا اكتشف الشنطه دي. جهاز هو اللي اكتشفها؟ اه ما باينه في ايديها يا غبي. هديتي. ايه اللي موجود هنا اهو في الشنطه؟ هديتي لحبيبتي عبايه. جايبه لها عبايه؟ معقوله يعني؟ معقوله مجيده هانم هتلبس عبايه؟ بعد اذنك خدي العبايه بتاعتك واتكل على الله. عادي حبيبي، ده انا امك حبيبتك. ده انا امك حبيبتك، ما ينفعش الشغل يا ماما. مفهوش انا امك حبيبتك، عايزه بيتي يتخرب قولي لي ده انا امك حبيبتك، لكن انا مستلم شغل يا ماما وانا المسؤول عنه يا ماما. امك. ام ام تمام يا فندم. ما اعرفش. يلا معاك. يلا يلا يا حاج. ايه يا ام؟ يا ام انا اسف يا دولا. انا اسف يا دولا؟ ام واحده معديه من عندك كده؟ امال انت ام ازاي يا غبي؟ على فين يا هاني؟ تيتي حبيبي انا رايحه اودي لماما هديه هابي فالنتاين في عيد الام. هابي فالنتاين في عيد الام في يونيو؟ عليا ده انتوا بتتعاملوا مع اذكى جهاز حد واقف قدام الاوضه دي. امال ايه؟ ها بعد اذنك اتفضلي وبطلوا تماحيك يا بيبي. بليز مفيش بيبي، انا هنا مش بيبي، انا هنا في الشغل. الشغل ما فيهوش بيبي. يا ام 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 اوكي يلا يا ام ياسمين. يلا يلا حبيبتي يلا. اه يا جماعه عيب بقى، يا جماعه عيب بقى يا اخوانا. خلوا عندكم كرامه، خلوا عندكم احترام لذات نفسيكم، يعني لازم يكون عندكم. فين كرامتكم؟ فين كرامتكم؟
ايوه يا هاني. ميرسي. الاستياغ جاهز؟ جاي يا فندم. الباثروم. الحمام. ايوه انا قلت ايه الباثروم؟ انت عملت ايه؟ ايوه يا فندم جاهز ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمك كده ويبقى حمام الهنا يا فندم. وادي الشبشب اهو ابو ورده، وجربته على وش الواد رمزي وكله تمام يا فندم. ميرسي ميرسي. رشيته بالديتول؟ رشينا ديتول. عملت الادويه بتاعه الحشغات؟ عملناها ولا شربتها؟ يلا عملناها يا فندم. وغايه وغاكي. طب كورس كورس. يا داخله على باب الحمام وكل حد عليك خوخه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذ عقل؟ فين مجيده؟ موجوده يا فندم. يا اهلا وسهلا، انست وشرفت ونورت والله يا وش الخير. اتفضل يا عقل باشا اتفضل. اهلا وسهلا منور. ثانيه واحده انده للهانم مجيده هنا. مجيده هانم بسرعه. ام ام اظبط الناس. مجيده هانم. اتفضلي يا مجيدة هانم. العقر باشا في انتظار ساعتك. ميرسي ميرسي. بونجور بونجور بونسوار بونسوار متر عقر بي. طمني، جايب لي كم مليون معاك؟ انا جاي يا هانم ومعايا مليون زومبا. وزومبا تحبي تاخدي عن زومبا الاول؟ معقوله يا فندم غيروا العمله في تركيا وبقت بالزومبا؟ دولا يبقى اديني بقى ربع زومبا مخروم اعملها بدلي هنا. ارجوك ارجوك يا متر، يعني اشرح لي احسن من كده شويه. حاضر يا هانم. يا هانم، الحكومه التركيه اصدرت قرار بانشاء كوبري علوي يربط ما بين اسطنبول البلد واسطنبول العاصمه. بس خليهم يستفيدوا برضو يا فندم من تجربتنا، يعني شوفوا مثلا الكوبري الدائري اللي بيقعد يلف ده ومحدش بينزل منه في النهايه ده هايل. لما جم يبنوا الكوبري، الكوبري عدى على الاملاك بتاعه الوقف بتاعتك، فاملاكك كلها والوقف بتاعك بقى منفعه عامه. نعم يا اخويا، منفعه عامه يعني. يلا خد بيتك. يعني ما فيش وقف يا هاني. وانا بصراحه اتشائمت من القضيه بتاعتك دي، عشان كده انا قررت ما امسكش اي قضايا خاصه بتركيا دي عشان حكايه البكاباري اللي بيعملوها. ولعلمك بقى انا مش عايز اتعامل القضيه دي. ولعلمك تاني بقى ارجوكم ما تروحوش تصرفوا الشيك، لان مفيش رصيد. انا كنت مستني القضيه دي، كنت مستني القضيه دي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله يخرب بيتك. مجيلة. بقولك ايه، بقولك ايه، بشعر الاسد اللي انت عاملاها عمال فيها ايه؟ الملكة انا ريمان، ما تقلعي البتاع ده. والألفين جنيه، الألفين جنيه، لا اما مش هيحصل كويس. الألفين جنيه.